يواصل الدولي الجزائري هلال العربي السوداني تقديم عروضه القوية مطلع هذا الموسم بألوان نادي دينامو زاغريب الكرواتي، إذ ساهم يوم السبت في قيادة فريقه إلى فوز عريض بخماسية نظيفة على حساب نادي زادار برسم الجولة الثالثة من الدوري الكرواتي. سوداني الذي تواجد في أفضل أحواله البدنية والمعنوية مع بداية هذا الموسم بعد مشاركته الإيجابية مع المنتخب الجزائري في مونديال البرازيل، تمكن من ترك بصمته في مباراة يوم السبت بتوقيع الإصابة الثانية لفريقه برأسية محكمة قبل أن يقدم تمريرة الهدف الرابع. وجاء تألق سوداني مع نادي العاصمة الكرواتية في ظل الأنباء التي تشير إلى تنقل مسؤولي نادي هانوفر الألماني إلى مدينة زاغرب للتباحث مع نظرائهم من دينامو لمناقشة ملف انتقال الجزائري إلى صفوف النادي الألماني الذي يبدو أنه مصر على التعاقد مع هداف جمعية شلف قبل نهاية فترة التحويلات الصيفية في أوروبا.